سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى في الجزء العاشر، قيل له: كيف النجاة من عذاب الله؟ زول كيف ينجو؟ قال: بالتوحيد والاستغفار، بالتوحيد والاستغفار. ولذلك كثيرا ما يقرن الله تعالى أو يجمع بينهما: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وللمؤمنين والمؤمنات: والله يعلم تقلبكم ومثواكم. وبعدين الله في القرآن سبحانه وتعالى قال: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. لو داير الله ينجيك من العذاب تستغفر كثير، وتستغفر بالاستغفار اللي جاء في الشريعة: استغفر الله وأتوب إليه. في بعض الناس بيقولوا، تلقى لما يدعبك يقول لك: استغفر الله العظيم، بعدين بيقولوا: استغفر الله. وإن كان واردة عن بعض العلماء زي الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، لكن يا جماعة الزول دائما عليه بالسنة. فإن خير الهدي هدي محمد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. الرسول عليه الصلاة والسلام في الاستغفار في الحديث ذا في البخاري ومسلم بيقول، حديث عائشة: سبحان الله وبحمده، بيقول: استغفر الله وأتوب إليه. سهل أقول هي بس، استغفر الله وأتوب إليه، والله بيغفر لك. أنا الإنسان ده عنده ذنوب كثيرة، والناس الليلة كثير منهم إلا من رحم الله منكبين على الذنوب، ذنوب كثيرة، ذات الذنوب دي بتجيب لك الزهج والضيق والتعب والجوع والمصائب. والله وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ودائما يا جماعة الذنوب بتجيب ضد الحاجة اللي بسبب الزول أذنب. يعني دار ياكل حرام، دار يشبع، بيقوم بيخش في الربا، بيجوع زيادة، ديون بتكتر على وبيجوع زيادة، بيسرق عشان يرتاح، يقول لك: الله نلقى لنا قريشات نمشي تراه غايته، المهم غايته بس كلنا نلقى لنا قروش، يطفر يدو طلقة يلحقون ما بطاها، ما لكم هالشغل زي يعني يسيف، يقول لك: دايرين مزاج روك، تلقى يدردم فيها، خد تابعين، بعد شوية تلقى يرجف، ما بتجيب لك رجفة لي قدام، السجاير يخليك تقحقح، وذاته غريبين مرة واحدة. دي الجماعة دي اللي عن واحد لو مزقته من راسه فتيته في عادم، عادم بتاع ركشة ولا كذي، يقحقح يقول لك: دخان داخ بتاع زانة. بعد شوية يمشي يشتريها بقروش يقعد يجرجر فيها. وبعد ده تلقى زهجان يقول لك: بلد دي الغلا، ما عارفين في غلا، لكن الله يصلح الحال، يقول لك الغلا، ويشتري السيجارة بكم وعيشة بكم، معروف غالية تزات، والصعود أغلى ولا شغل لا أغلى، شغلة عجيبة جدا. عشان كده يا جماعة دائما الزول، النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه، ده حديث والله الزول لو ركز فيه تاني الذنوب دي يفتى الغنى، يلم في الموبايل يمسح يملغ قرآن ومحاضرات أفلام يشيلها برا، صعود أيدع طوال، ما تضيع زمنك معاك، مالك مال الرجفة وسجاير تيدع طوال، خليك زول نظيف وظريف وصلي واجتهد في الجامعة، أقرأ أبقى دكتور أبقى مهندس، ما الدين ما شدد عليك، لكن في حدود الشريعة ما تمشي تقع في معاصي. الرسول عليه الصلاة والسلام في مسند إمام أحمد وفي السلسلة الصحيحة من رواية عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. يعني قال لك: أنت لو بتسوي في الذنوب ذنوب، وبدل يجيك ابتلاء ضيق، تقوم الدنيا تتفتح لك، الله يفتح عليك الدنيا، أنت في خطر. يعني حضرت حفلة، بدل تمشي تنوم جيعان تمشي تلقى العشاء مجهز، عارف الشغلة دي؟ يعني أنت تقنطرت إذا صح التعبير، أنت جاياك شغل ما بتتحمله بعد، زول تلقى نايم بالصبح، الناس بيصلوا وتلقى نايم بالصبح ويسمع الأذان ونوم، والشمس تطلع إمرك يلقى أي شيء، قروش وأكل ويشرب في الشاي والبسكويت والناي، ويمشي الله يدي عربية
عربية داو نعمة، تلقاه يشغل في الغنى بيجاي في العربية ذات، تلقاه مالية غنى ومالية بلاوي برضو شايلة معاه. الله ينعم عليه وهو بيعصي في الله وقدر ما يعصي الدنيا، ده شغل خطير. قال إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. موت سوء خاتم شكاية جماعة، دائما الذنوب دي الزول خاتم.